السلام عليكم. ما بين بيان تقدم اللي أعقب قرار المحكمة الاتحادية بإنهاء عضوية رئيس السيد محمد الحلبوسي وإقصائه من رئاسة البرلمان، وخطاب الأخير في تجمع انتخابي في الصقلاوية شتان هدوء في النبرة وإصرار على البقاء في العملية السياسية ودعوة للمشاركة الواسعة في انتخابات مجالس المحافظات والتأكيد على احترام القانون والدستور. شنو اللي صار خلال اليوم بعين؟ هذا اللي هل لقاء الحلبوسي برومانسكي بعد ساعة تقريبا من لقائها رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان وحواراتها مع الشخصيات السياسية الأخرى يد في ذلك؟ وهل هذا يعني دخول واشنطن على خط الأزمة؟ وما هي التطمينات اللي وضعتها السيدة الأمريكية بيد الحلبوسي وكانت كفيلة بالتهدئة؟ ما أعرف القضية تخص الحلبوسي لو تخص السفارة، سفيرة اهتمت بموضوع الحلبوسي أكثر من تهديد إغلاق السفارة في بغداد. أما الجانب الآخر فكان لاجتماع الإطار التنسيقي اللي ما صدر عنه أي بيان رسمي، ومن غير المعلوم إذا كان هو الآخر قد أوصل رسائل مشابهة للحلبوسي اللي راح يخوض خلال الفترة المقبلة صراع لا يحسد عليه بيتمثل بالبقاء على رأس فريق السياسي، وهذا ما لم يتم إلا في حال تمت تبرئته من تهمة التزوير في قضية ليث الدليمي وما سيتبعها من قضايا يستعد لها الخصوم. فهل يستطيع النجاة هذه المرة أم أن القضاء سينسف كل ذلك؟ رحب بكم في حديث العراق لهذه الليلة، وأرحب بالأستاذ عبد الرحمن الجزائري عضو تحالف الإطار التنسيقي، والأستاذ مخلد حازم السياسي أو الباحث السياسي. حياكم الله. حياك الله أستاذ عبد الرحمن، حياك الله أستاذ مخلد، حياكم الله. حي متى تحي أنت؟ حياك الله وحيا الجمهور. سويها أرد أسأل سؤال. بداية بسم الله الرحمن الرحيم. تحية خاصة لقناتكم الكريمة ولضيفك الكريم وجمهور قناة الأيام الفضائية. خلصنا؟ تمام. يا اللي اشتغل على الحلبوسي. لا إله إلا الله. القضاء العراقي طبعاً بالتالي. لا، اللي حرك هاي الخيوط هسه القضاء العراقي اللي أصدر القرار. نعم. القضاء العراقي اللي درس الدعوة. نعم. القضاء العراقي اللي أساي واحد. أي. يعني سؤالي ما له علاقة إنه تدخل بالقضاء ولا ما تدخل. بس اللي اشتغل على هذا الموضوع، اللي راح على قضية التزوير اللي جابها، اللي وصلها للمحكمة، اللي عرض الأدلة، نعم، اللي قال للحلبوسي كش ملك، من هو؟ أستاذ محمد، طبعا بداية أنا أوضح لك فت قضية. أنا يسمعني الآن النائب ليث الدليمي، التقيت به في بداية الأزمة في مكتبي، ونزل من سياراته الخاصة من حماياته في منطقة الحارثية أكثر من ملف. سبب المشكلة ابتعاده عن البرلمان والورقة التي وضعها السيد الحلبوسي قبل أن يكون نائب، وهي ورقة الاستقالة. أستاذ ليث سألت سؤال. أستاذ ليث، اختلافك والسيد الحلبوسي اختلاف سياسي اقتصادي جوهري، شنو أسبابه؟ قال لا، اختلاف سياسي، بالتالي السيد الحلبوسي وقع كل المشتركين معه في الحزب على ورقة استقالة، ورقة بيضة باستقالة. هذه الورقة أستاذ محمد ذهبت إلى الأدلة الجنائية. زين، التاريخ هنا السيد الحلبوسي بإيده، يسمعني السيد الحلبوسي بإيده خلى التاريخ. أصبح التاريخ جديد، والورقة حسب ادعاء الأدلة الجنائية المحكمة ورقة قديمة. باعتبار قبل لا يكون نائب هو، هاي الورقة موقع عليها بتوقيع. إيه، من كان بالحملة الانتخابية. أحسنت. فبعد ما قدمها هذه الورقة، هذه الورقة أخذت أيام وليالي إلى أن وصلت الأزمة إلى أن لربما أنا ما أستبعد أكو تدخلات سياسية بالقضية. السيد الحلبوسي بدأ الآن تكون أعداء أكثر ما عنده صحبة بالسياسة. حتى الموضوع اللي بينه وبين اليوم عزم وتقدم الآن، أكو اليوم غير مناصرين إلى بالعملية السياسية. هاي الزعامة أنه أنا أكون زعيم للسنة وعلى هذه الطائفة ولدت لربما احتقان سياسي جديد. زين، بعد اليوم ما تقدمت الأوراق بقضية أنه التزوير،
على ما أعتقد اتخذت المحكمة القرار وهو قرار صائب لا رجعة فيه. أعتقد حتى الضغوطات الآن اللي يمارسها السيد الحلبوسي، لقاءاته في مقدمتك الطيبة في منطقة الصقلاوية أو في القرمة والتجمعات هذه السكانية، كان رأيه أنه هنا مع الدستور العراقي ومع قرار المحكمة. هذا السؤال، شنو علاقة المالكي بالموضوع؟ ما إلى كل علاقة سيد المالكي نهائيا أبدا، لكن السيد المالكي أعتقد أكثر من مرة أرسل رسالة للسيد الحلبوسي، رسالة نصيحة. بيش نصحة؟ يعني مثلا التجاوز على هيئة النزاهة مثلا بقضية يعني تتوقف لك مدراء ها وتجي تحاسبهم أنتوا شنو تتابعون. هو كتاب رسمي صادر من النزاهة من حيدر عنون إلى كل البرلمانيين وإلى وزارة الخارجية اليوم تشيك الممتلكات العامة. زين، الممتلكات العامة مختلطة بالممتلكات الخاصة. أنت نائب، منين جبت لك اليوم يا سيد حلبوسي بيت في شارع الأميرات لزوجتك هذه الثانية اللي هي أعتقد خلينا من اسمها، خلينا من الاسم ما ذكر الأسامي. بالتالي أنت اليوم تمتلك هذه الأموال والقصور وهذه الزعامات، هذا بالتالي واجب النزاهة اليوم تحاسبك وتحاسب أي واحد. زين، أي فرد عراقي اليوم معرض للمسائلة، يجي شخص بالنزاهة، أنت رئيس نزاهة توقفه بالمكتب مالك حتى ما تجلسة وتخطب به خطبة وتقول له بلهجة التهديد أنت أنا باكر أرفع جلسة قضائية وهذه الجلسة لربما تقيلك يا حيدر حنون. هذا جزء طبعا من التشنجات السياسية التي وضعت اليوم السيد الحلبوسي في هذا الوضع. هذا جانب. الجانب الثاني قضية تدخل السيد المالكي، أنا ما أعتقد السيد المالكي اليوم عنده سلطة بقضية إقالة الحلبوسي أو التدخل في القضاء العراقي أبدا جملة وتفصيل، ولكن كان ناصح إلى أكثر من مرة ولجمهوره أنه هذه الزعامات لابد أن تتغير. يقول لك أنه جزء من الموضوع أنه الحلبوسي، نعم، الجماعة عندهم ثار قديم وياه، الموضوع يتعلق بالتحالفات. الحلبوسي لما نتحالفه سيد مقتدى الصدور شق الصف الشيعي هو وبعض الأشخاص الآخرين، هسه هم ثلاثة من ذول الأشخاص راحوا خارج، واحد آخر ممكن الحلبوسي، نعم، وبعد أكو ناس جايب بالطريق، صحيح لو غلط؟ أبدا. أولا السيد الحلبوسي لن يذهب إلى سيد مقتدى للعلم، بل ذهب التيار الصدري إلى قصر السيد الحلبوسي وزارة للتحالف، والتحالف هذا فشل. زين، ما أثر على يعني إدارة الدولة والإطار التنسيقي. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني، إحنا هو كان أيضا حليف ويانا بالإطار، لولا الحلبوسي ولولا الديمقراطي ولولا عزم إحنا ما نشكل حكومة طبعا. بالتالي فبالتالي إحنا ما عدنا عداء شخصية، لكن اليوم الرجل الكبير في الدولة السيد اليوم المالكي كان ناصح للسيد الحلبوسي، والسيد الحلبوسي أخذ أكثر من مساحته، وهذا مو كلامي، هذا كلام أهل الغربية ناسه وأهله. بالتالي وأنا في يوم من الأيام أعتقد على مدير التقاعد مال لمبار طلعت في برنامج، وأحد الإخوان قال لا يغير اليوم المحافظ ولا يغير اليوم مدير التقاعد ولا يغلق ملفات في الأنبار غير السيد الحلبوسي باعتباره زعيم. هسه احنا ما نعرف هاي الزعامة رئاسة البرلمان والقبة التشريعية لو هي زعامة على اليوم المكون السني. إذن هذا الموضوع ما له علاقة اليوم بإدارة الدولة والإطار، الموضوع يخص القضاء العراقي وانتهت. تمام، حياك الله أستاذ مخلد. شو لما خطابات الحلبوسي وجماعته، هو ما بقى حتى يعني كل القليلين جدا اللي قاعد يناصرون الحلبوسي، ما ادري وين اختفوا حتى بصراحه، وهذا امر ما ادري شلون نوصفه، بس على الاقل الناس اللي قاعد يطرحون الخطابات اللي تتعلق بالحلبوسي بانه يعني اكو ناس هم اللي سووا هذا الشيء، واكو جهات هي اللي تريد تنهي الحلبوسي، واكو كذا، او اتهامات. قصه انه نائب صارت فيها هاي القصه راح المحكمه الاتحاديه، ماكو غيرها يعني لو اكو استهداف عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، تحيه لك يا وتحيه لضيفك الكريم وتحيه لمشاهدين القناه. يعني بالتاكيد هو كل واحد ممكن من هاي الطبقه السياسيه يمر بما مر به الحلبوسي، وطبيعي يعني احنا علينا نتفق مبدئيا الجميع يخضع لقرارات المحكمه الاتحاديه وقرارات القضاء، هذا منتهي من عنده، والسيد الحلبوسي هو اول من امتثل لقرار المحكمه الاتحاديه، لم يتطرق نهائيا إلى أي موضوع فيما يخص المحكمة الاتحادية إلا وفق علامات استفهام أراد أن يستعلم بها لماذا ذهب القضاء بهذا الاتجاه. زين، فبالتالي يعني اليوم رجل
كان رقم في العملية السياسية، كان فاعل في العملية السياسية، كان الأساس في تشكيل حكومة إدارة الدولة. فكل هذه المعطيات تجعله أكيد كيفما كان السيد محمد الشياع السوداني، كيفما كان السيد المالكي، كيفما كان باقي القيادات، فهو اليوم أكيد هو قيادي يمثل مكون كبير، بالرغم من أن هنالك خلافات أيضا موجود داخل هذا المكون. طبعا بالمناسبة هو هذا المشروع هو مشروع متكامل على العراق، يعني تفتيت المكونات يعني هذا المشروع، يعني احنا علينا أن لا نذهب بعيدا وأن نرى أن هنالك مشروعا تقسيميا خاص بالعراق. هل اليوم احنا انتهت المرحلة الثالثة من هذا المشروع هو تفتيت المكونات، ووصلت هاي المرحلة تفتيت المكون الكردي، تفتيت المكون الشيعي، تفتيت المكون السني، واليوم الأرضية جاهزة للدخول في مرحلة ثالثة، وقد تكون هذه المرحلة هي الأخطر. شنو هي؟ يعني مرحلة الأخطر، يعني احنا لا نريد أن نستبق الأحداث، لكن علينا أن نتكلم. استاذ مخلد بس اسمح لي، يعني هسه إقالة الحلبوسي هي جزء من مخطط؟ يعني احنا ما نريد، يعني احنا اول شيء علينا نتفق، القضاء هو اخذ قراره في هذا الموضوع ضمن ادله اثره خلينا ناخذ اثره، يعني هذا الاثر هو موجود منذ 2007. نتكلم بواقعيه منذ 2007 عندما كان جو بايدن نائب الرئيس الامريكي، هو اتى الى العراق بمشروع تقسيم وتقسيم العراق الى فيدراليات، ومن ثم هذا الموضوع اغلق لاسباب عديده، ومن ثم دخل داعش للعراق، وكان هذا جزء من المشروع دخول داعش للعراق. وبالتالي اليوم عندما نرى الى الوضع الداخلي العراقي، نرى لا يوجد هنالك تفاهم او تماسك ما بين المكونات، وهذا هو اكيد قد يربك. بس بحلي. نعم هسه واحد يقول شنو محمد الحلبوسي حتى يتفتت العراق على مو هو هو السنة. مو هو لا يتفتتون السنة. هو مو هو هو مو هو هو ايضا هو ايضا يتعرض الى يعني هذه العمليه، يعني هو مو رجل. شنو هي العمليه؟ يعني هو هذا بدي اقول لك عليه، انه عمليه تقسيم الى العراق، يعني هذا مشروع ترى مخطط للعراق، ممكن السيد يدري به قديما. هذا مو احنا مو علاقته بدي اقول لك. بس اسمح لي، شنو احنا امام راي عام؟ شنو علاقة موضوع إقالة الحلبوسي بهذه الطريقة، إنهاء عضوية شلون نسميها، بتفتيت مكونات العراق؟ يعني هذا هو أكيد سوف يربك العملية السياسية. اليوم سيد محمد الشياع السوداني مضى في عملية سياسية مستقرة جميع أركانها متكاملة، بالتالي هنالك اتفاقات حصلت قبل تشكيل الحكومة وأبان تشكيل الحكومة، وحد هذه اللحظة كانت هناك اتفاقات، والسيد محمد الشياع السوداني مضى بهذه العجلة ويحاول أن يخرج العراق إلى مرحلة أخرى. بالتالي أكيد اليوم إقالة رئيس مجلس النواب من هذا المنصب أكيد سوف يعني ستكون ارتدادات فيها على العملية السياسية، والجميع يعرف. ولذلك أول من زار السيد الحلبوسي هو السيد محمد السوداني، محمد الشياع السوداني، ومن ثم عندما تتكلم عن السفيرة الأمريكية اللي زارت محمد الحلبوسي، أكيد السفيرة الأمريكية راعية لها العملية السياسية، فبالتالي هي لا تريد لأي مشكلة تحدث بسبب هذه الإقالة. زين أنا بس أريد أفتهم، هي السفيرة الأمريكية هي راعية العملية السياسية؟ نعم. ايش رايك؟ يعني هو مو راي يعني القاصي والداني يعني بالعراق ايش يعني هو ما يعني يروح للقاضي. هم رعاة العملية السياسية. نعم. وهم ايضا قلت حضرتك رعاة التقسيم. ها؟ هم رعاة التقسيم. نعم. زين السفيرة اجت في سبيل انه تبقي محمد الحلبوسي في مكانه. مو شرط. مو شرط تبقي. ها. يعني اكيد السفيرة تعلم بان قرارات المحكمة الاتحادية لا يوجد فيها رجعة. يعني اكيد. لكن أكيد أنها تذهب باتجاهات أخرى. زين. اتجاهات أخرى ممكن أن يذهب السيد محمد الشياع السوداني مع احترامه وتقديره من قبل المكونات، يذهب باتجاه طريق آخر، وهو طريق أن يكون أب روحي لتقدم. ممكن زين. أن يذهب باتجاه كما يفعل اليوم السيد المالكي، كما يفعل اليوم البرزاني، ممكن أن يذهب بهذا الاتجاه. وإحنا يعني اليوم يعني رأينا البارحة واليوم عدد الحشود الجماهيرية التي استقبلت سيد محمد الحلبوسي. ما لك إلا هاي هذا الحشود حقيقية. لا هذه الحشود حقيقية أكيد. أنا أقول لك صحيح، هذه الحشود حقيقية، هاي شاهدتها أنا في وقت الجعفري لما طلع من رئاسة الوزراء، وشاهدتها في وقت المالكي لما طلع من رئاسة الوزراء، ولذلك المالكي محافظ على هذه على هذه الحشود لحد هذه اللحظة. هاي تخلص الله وكيل. هو ليش ما خلصت ويا المالكي؟ ليش ما خلصت ويا المالكي؟ جماعة الجعفري وين سيد محمد؟ احنا اليوم نتكلم عن هنالك حشود لكل قائد سياسي. تمام. فبالتالي المالكي لحد هذه اللحظة عندما هو مطمئن بس هذا لا يعني انتخابات
استاذ مخلد، هل يعفي شخص مزور عنده مشاكل قانونيه؟ بابا نحكي بموضوع التزوير. استاذ محمد، احنا اليوم لو نتكلم باتجاه موضوع قانوني، لو نتكلم باتجاه موضوع سياسي، نحن نعرف ان صلاحيات المحكمه الاتحاديه واضحه وصريحه. بالتالي حتى مشعان الجبوري عندما اقيل هو ذهب الى محاكم الموضوع. محاكم يعني الموضوع، موضوع التزوير هو المحكمة الاتحادية تنظر في المرافعات المدنية دائما، يعني هذا هو قرارها في المرافعات المدنية. موضوع التزوير هو موضوع جناية، فبالتالي هذا الموضوع مختص فيه محاكم التحقيق ومحاكم الجناية. أنا دحكي لك أنا محامي، فهذا الموضوع هو مختص فيه محاكم التحقيق ومحاكم الجنايات، وبالتالي يمكن السيد النائب هو يعلم أنه إقالة أي نائب، أين أبقارت يجب أن يصوت عليه في مجلس النواب، ومن ثم يذهب به، يعني تذهب المحكمة الاتحادية باتخاذ قرار بالبطلان أو بالمصادقة على هذا الموضوع طبعا. هذه علامات الاستفهام الذي هو يراد أن يستعلن بها في مؤتمره نعم وليس فقط هو، يعني الكثير من اليوم يعني المؤيدين المناصرين يردون أيضا يستعلمون، لأن هذا الموضوع قد ينجر على سيد عبد الرحمن، ممكن أن ينجر على الكثير، على حتى على رئيس الوزراء، ممكن أن يصحو صباحا ويجد نفسه مقال. طبعا هو المفروض القانون فوق الكل. السفيرة ايش عندها؟ ايش جايبة وياها؟ ايش تسوي؟ وين راحت؟ ايش عرضت؟ ايش ما عرضت؟ البارحة أنا سمعت حكي قوي والله، يعني اكو قصة أموال معروضة، اكو تفاصيل ما ادري شنو حقيقتها هاي بصراحة. يعني عندك معلومة؟ اي نعم. أنا اقول الموضوع، خلي نقول موضوع محمد الحلبوسي بشقة. الشق الاول ماذا بعد؟ لا خليني بشق لا لا اسمح لي، شق خليني بشق السفيرة وبعدين ارجع لي على الموضوع. وهي هنا الموضوع الاساسي. هل ستتنازل امريكا وتركيا وجمهور الحلبوسي يعني عن موضوع الإقالة؟ لا مستحيل. شلون؟ اكو ضغوطات الان من امريكا على السيد محمد الشياع السوداني رئيس الوزراء، الذي تنصل عن قضيه هذا الموضوع وقال بالحرف الواحد للسفيره: انا لا امتلك اليوم اقناع المحكمه باعاده موضوع الغاء العضويه مع السفيرة. يعني السفيره كانت تطلب محمد الشياع السوداني انه يلغون القرار؟ طبعا مو الغاء القرار، اذا محمد اليوم الشياع السوداني غير قادر على إقناع اليوم المحكمة الاتحادية، سيذهب محمد الحلبوسي إلى المحكمة الدولية لربما. نعم لا نستبعد هذا الموضوع. هذا من اللي تحدث؟ هذا هو محمد الحلبوسي نفسه تحدث. لا أنا أتحدث عن السفيرة نفسها. السفيرة نعم، السفيرة. السفيرة هذه اللهجة شنو كانت؟ هذه اللهجة لقاء محمد الحلبوسي مع السفيرة بهذا الإطار. إطار إنه إحنا اليوم ممكن الذهاب إلى المحكمة الدولية لأن هذا القرار يعتبر خاطئ لدى محمد الحلبوسي وجمهوره، بالتالي لا تستحق اليوم القضية التزوير في ورقة يدعي بها نائب كان تحت القبة التشريعية بإقالتي أنا كرئيس وكزعيم. بالتالي أنا أذهب، هذه لغة من التهديد. قضية الجمهور استمرار القضية بالانتخابات وعدم اليوم التأخر عن الانتخابات، يعني ما معناته تقدم مستمرة بالانتخابات. ثلاثة، معارضة عرض أي اسم بديل لمحمد الحلبوسي لحد هذه. من اللي يعارض؟ العرض التقدم طبعا مكون السني. لا 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 أنا قبل هذا، أنا هسه النقطة اللي أريد أخلص من عندها الجوهرية، النقطة الجوهرية. السفيرة إجت لمحمد الحلبوسي، نعم، رجعت لمحمد الشياع السوداني، نعم، راحت للقاضي فائق زيدان، نعم، افترت على الجماعة كلهم. شو تريد بالضبط؟ إعادة محمد الحلبوسي. تريد شلون تعيد محمد الحلبوسي؟ بأي طريقة يعني؟ هذه القضية من القضاء، الآن القضاء يبحث. سوت مغريات السفيرة له تهديد؟ طب لا هذا تهديد، ما يستخدمون المغريات. اليوم لا تعمل مع القضية المغريات، تعمل مع قضية التهديد اليوم. زين لو ترجعون محمد الحلبوسي لو شو يصير؟ طبعا توتر. طبعا المكون السني الآن مو بعيد عن اليوم توجهات محمد الحلبوسي، محمد الحلبوسي رئيس برلمان زعيم في يوم وليلة، يعني انت تطلع بسبب ورقة تزوير، اعتقد هذا الموضوع شوي راد لحسابات طبعا. زين بالتالي اليوم من الصد للموضوع؟ اليوم الامريكان يصدون للموضوع اكيد، لان اكو توافق سياسي لربما اليوم بين محمد الحلبوسي وبين النغمة مع تركيا، مع دول الخليج العربي هم مو بعيدة اليوم انطت رأيها انه هذا قرار المحكمة خاطئ، واحنا ما نتدخل بقرارات اليوم السياسية اللي تخص العراق. لكن اليوم جمهور محمد الحلبوسي يبحث عن ثلاث حلول. الحل الاول وهو انه الضغوط على المحكمة الاتحادية بتغيير القرار، هذا الجانب الاول. القرار يجي منين الضغط اليوم؟ يجي من المحكمة الاتحادية، من امريكا، يجي من رئاسة الوزراء، من رئاسة الجمهورية، هذا بعد الموضوع من البرلمان نفسه. لربما عقد البرلمان، يعقد البرلمان العراقي وينطي رأيه انه احنا
ما نوافق اليوم كبرلمان كتشريع على المحكمه الاتحاديه بهذا القرار، احنا الان لا نستبعد رجعه محمد الحلبوسي، مو بعيده. ها نعم هسه نعم كاطار واداره. نعم ما نستبعده. باي طريقه؟ باي طريقه؟ بطريقه القانون طبعا اكيد. شلون يعني؟ يعني اذا باشر محمد الحلبوسي راح اشتكى بالمحكمه الدوليه وقدم اوراق. شنو علاقه الدوليه بقضيه؟ لا لها علاقه، لها علاقه. ليش ما لها علاقه؟ المحكمه الدوليه في يوم ماكو شيء اسمه محكمه دوليه. لا اكو، شلون ماكو؟ شنو محكمه دوليه؟ لا استاذ العزيز، هو اليوم رئيس حزب، اليوم رئيس برلمان، له حق، له حق يرفع دعوى. عبد الرحمن، سيد عبد الرحمن، شنو علاقه المحكمه؟ استاذ محمد اسمح لي، محكمه لا هاي شكلت. لا الحل الوحيد لحل هذه المشكله هو ان سيد محمد الحلبوسي بعد ان يصدر شرح القرار، شرح القرار من المحكمه الاتحاديه لحد الان لم يصدر شرح القرار، نشوف هذا التكييف القانوني اللي ذهبت به المحكمة الاتحادية على شنو استندت باتجاه موضوع التزوير. ممكن هنا محمد الحلبوسي مع حفظ الألقاب يذهب بها إلى محاكم التحقيق، وبالتالي استنادا إلى قرار المحكمة الاتحادية، وبالتالي يقدم دفوعة والمضاهات الحقيقية، لأنه لم يتم مضاهات توقيع محمد الحلبوسي شخصيا، تم بناء على إقرار، إقرار ممثل القانوني لمجلس النواب. زين، سأل القاضي هل تقر بهذا التوقيع لمحمد الحلبوسي؟ قال نعم، هذا كان هو أحد الأخطاء اللي وقع بها الممثل القانوني. زين، فإذا ذهب إلى محاكم استاذ مخلت، هذا مال الشركة تقصد؟ لا 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 لا، مال توقيع، مال ورقة، مال ورقة، إيه مال ورقة. بس التاريخ، التاريخ، الأدلة الجنائية والتقرير على ورقة. إحنا بالنسبة لنا هو مو بس هذا بالموضوع القانوني، مو بس هذا، يجب أن تكون هناك مضاهات للتوقيع، يعني مضاهات. يجوز يقول انا هذا متوقع، اكو ادله جنائيه، اكو ادله جنائيه، ماكو دليل جنائي. لا لا اسمح لي استاذ، الدليل الجنائي تدري من ينطيه؟ لا استاذ اسمح لي استاذ حبيبي، الدليل الجنائي تطيه محكمه التحقيق ومن ثم محكمه الموضوع. تمام، لكن تعطي قرار نهائي بهذا الموضوع. الادله الجنائيه ما تعطي تقرير بالموضوع، شلون تعطي قرار للمحكمه؟ الادله الجنائيه منين جاه الامر؟ اخذت الورقه منين؟ من المحكمه الاتحاديه؟ طبعا المحكمه الاتحاديه هذا متخصصها، مو تخصصها جنائي. تمام زين، مو تخصصها جنائي استاذ عبد الرحمن، تخصصها مرافعات مدنية. هسه اريد اتوقف على هذا، انت تقول انتم لا ما تستبعدون عوده محمد الحلبوسي مره ثانيه وعن طريق المحكمه الاتحاديه نفسها؟ ممكن، وبضغط امريكي؟ طبعا ضغط امريكي طبعا اكيد. اها نعم، اليوم امريكا تتدخل بالقرارات، وخصوصا هذا الموضوع بالنسبة إلها يمس مساس كاملا بالسياسة مع محمد الحلبوسي. يعني محمد الحلبوسي شنو علاقته بالأمريكان؟ شنو علاقته؟ شو عن حكي هذا؟ إيه غير أحشونا للناس، يعني مثل ما كل طبقة سياسية عندها علاقة. لا لا لا، لا سيد محمد الحلبوسي علاقة سياسية. علاقة، وأنت تعرف أنت كل الزين. تقدم وعزم قبل تشكيل الحكومة ذهبوا وجلسوا مع أردوغان، وكانت أكو خريطة سياسية اليوم لل. هذا أردوغان شفنا الصور. اسمعني اسمعني، احنا هسه نتحدث عن الامريكان، نتحدث الان السفيرة الامريكية جاي تضغط بكل الوسائل ضغط كامل على كل الزعامات السياسية انه اليوم عودة محمد الحلبوسي، لانه راح يصير توتر وتنعاد القضية مال 2014، وان لم يكن لربما حتى انسحاب من العملية السياسية، مو بعيد. الان ثلاث وزراء عندك مسحوبين، الان عندك ثلاث وزراء مستقلين وزاراهم خالية، جلسة البرلمان غير مكتملة، هذا الجانب الأول. زي. الفراغ السياسي موجود عندك الآن، التوتر بالشارع العراقي أيضا موجود. هذه قضية عرض اليوم الجمهور محمد الحلبوسي في منطقة الصقلاوية والقرمة وخطاباته، نعم لقضية الانتخابات فقط كحزب وكجمهور. يا عم ما كان عنده خطاب متشنج اليوم، هسه واحد يحكي ضميره شنو ايش قال هو اليوم؟ ما كان عندهم خطاب، أنا أقول لك متشنج، رجع قال التمسك بقضية الدستور والقانون. اي شنو يعني اي واحد يقولها؟ اي هذه مساله لجمهوره. اي بالضبط، انا جاي احكي بصوره عامه. بعدين اذا التوتر شنو التوتر؟ الناس بالقرمه ايه؟ قاعدين ايش كم واحد طلعوا عندهم رجال، شلون ايش كم واحد؟ بس اسمح لي عمي، 1000 2000 5000 10000 100000 وقضاء القدس، بس اسمح لي ايه الرمادي كلها طلعت. تمام، طلعت تأيد محمد الحلبوسي. اي تمام، وين التوتر بالموضوع؟ التوتر بالوضع السياسي استاذ محمد، مو بالشارع. لا انت تقول اكو توتر بالشارع، وين التوتر؟ لا لا ماكو بالشارع. لا لا لا، انا ما اقصد التوتر بالشارع، اقصد لانه احنا مقبلين على انتخابات. زين، هذه عطل لربما جزء. خويك هاي السفيره هيك لعبه بالربع طابه؟ لا لا مو لعبه، هيك خابصين شو اسمه، شو خابصين الدنيا يا جماعه، بس والسفيره والامريكان وقتلت المدري منو. لا بس اسمع لي والله، لا يبقى الفاصل يفقد محمد الشاعر السوداني ساعه يتنصل. طيب، ساعه المحكمه الاتحاديه احنا هسه ما مو دوره، مو دوره. لا لا، المحكمه
المحكمة الاتحادية محمد الشاح مو دوره كرئيس وزراء يا أستاذ محمد، بس اسمح لي، المحكمة الاتحادية طلعت محمد الحلبوسي بتهمة التزوير. ايه؟ انت ثاني يوم رايح للبيت ايه؟ وتكتب انه يجب ان ينحلها حل سلمي. شنو حل سلمي؟ ايه؟ لا لا بالحوار لا بالبيان مالته بالحوار وبالكذا. اكو حوار مع القانون؟ نعم. شلون؟ انا اقول لك الحل بالقانون، الحل بالقانون اذا هسه مثل الاستاذ لا حوار بالقانون انا ما جاي في لا لا مو حوار بالقانون لا لا مو حوار بالقانون هسه هو يتهم، هو راح يرفع دعوه قضائيه العلم باكر يوم الاحد، باكر اكو دعوه قضائيه طبعا على من؟ على قرار المحكمه. خب هسه من حق الرجال اي لا لا راح يرفع دعوه قضائيه طبعا، وهو ماخذ لربما مو بعيده ها الاوكي من امريكا، هذا هم مو بعيد من استبعده طبعا ماخذ الاوكي من امريكا طبعا. يعني اذا المحكمه برأته من هاي التهمه انت لو شتمه ولا تقول عليه هيك. لا ليش شتمه؟ والله العظيم ليش شتمه؟ هسه تطلع طلع الرجال عميل يا اخي، ما طلع عميل، هي السفيره الامريكيه جاي تقول هذا حديثه، هاي التغريده مالتها اقراها يا استاذي، هي تقول قرار المحكمة هذا خاطئ 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 يا أستاذ محمد. السفيرة الأمريكية ما قعدت يم الربع كلها قعدت يمها. لا قعدت بس محمد الحلبوسي. لا هي قعدت بس ما رايح تدافع عنهم، ما تريد ترجع لها واحد، ما تضغط عليهم والله رجعوا رئيس مجلس. لا لا هي تضغط عليهم بأي طريقة، بطريقة هذا جماعة يتعاملون إياها بس هاي القصة الثانية. هذا لحد الآن هذا هو كلام يعني غير مثبت، يعني مو مثبت. يبقى هذا الرجال قاعد يقول لك هو شاهد عيان على الموضوع. يبقى أكو قضية أستاذ محمد، هل المحكمة تخضع؟ أنا ما أعتقد تخضع للضغوطات. البيان الثاني واضح. لا لا اسمح لي بإصرار من المحكمة. لا اسمح لي، إذا ما خضعت المحكمة وبقى القضاء العراقي هذه النزاهة اللي تحملها باسم الدستور العراقي، أعتقد محمد السوداني يلتجئ إلى ترشيح شخص ثاني وانتهت القضية. حلبوسي محمد العلاقة؟ محمد الحلبوسي. محمد الحلبوسي نعم اقصد محمد الحلبوسي راح يبلغ تقدم ان يرشحون، واكو اربع ثلاث شخصيات الان جاي تتداول بقضيه الاطار. تمام، انت قبل شويه يعني قاعد تشملون تقدم بمحمد الحلبوسي. هسه محمد الحلبوسي عنده مشكله قانونيه، ما عنده مشكله قانونيه، طلع من رئاسه البرلمان، تقدم هو حزب. تقدم لا شنو اي تقدم حزب شنو يمنع من ممارسه؟ ليش هو هسه لا 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 اسمح لي اسمح لي لا ما تمنعه بس هو اليوم من كزعيم اليوم على تقدم رافع الوشاح مال تقدم، وما يتحدث كرئيس برلمان اليوم ويا جمهوري طبعا، يتحدث اليوم بلغه انه انا زعيم تقدم صحيح، واكمل الانتخابات وجههم وما اريد مشاكل، واني احترم الدستور واحترم القضاء العراقي خلاص. اذا الرساله واضحه معناتها وينتظر اليوم قرارات المحكمه اللي هي راح تبدا هذا الاسبوع الجاي. التعطيل بالشارع العراقي هي هاي قضيه المحكمه، لا تستبعد انه هاي القضيه تاخذ لها ايام وليالي، وهذا تصريحه مو تصريحه طبعا، هو قال قال القضية تأخذ أيام وليالي. خب هذا أمر طبيعي طبيعي لأنه محاكم اليوم بعدين، هذا ما يؤثر على الانتخابات؟ أنت تقول لي ما يؤثر على الشارع العراقي؟ لا يؤثر على الشارع العراقي اليوم إحنا عازمين أنه نكمل الانتخابات بشهر 12 زين، واليوم المرشحين بدأوا بحملتهم الانتخابية والشارع العراقي متوجه للانتخابات زين، شلون راح إحنا نصدم بقضية تعطيل البرلمان والتشريع وبقضية ما عندنا رئيس برلمان لحد الآن؟ لا البرلمان ماشي، نائب الرئيس هو اللي ينوب مكانه. متلكئ مو أكثر. متلكئ من شان محمد الحلبوسي على أساسينها. بس إحنا ما على أساسينها ينعقد ينعقد بالعشرة بالليل. أستاذ محمد. وكيلك لا قانون سمعت لك بواحد. ماكو. إحنا ما عندنا قوانين. سمعت لك بواحد أنت خلال هاي الفترة استضاف. حقق ويا البرلمان. لا لا ماكو. كشفوا لهم قضية. لا لا ماكو. إحنا البرلمان معطل ولكن. هسا أرجع لك. فيني سفيرة مدلل بنها محمد الحلبوسي حتى عيب، هذا رئيس برلمان. لا هي مو فقط محمد الحلبوسي، هذا محمد هذا كلهم هيك. أنا قلت من البداية السفيرة هي راعية للعملية السياسية، كلهم هيك راعية للعملية السياسية. هي يوميا قاعدة بمكان، يوميا قاعدة بمكان، هذا يوميا تتعلل يم هذا، تشرب شاي يم هذا. لا هذا فرق بس هذا لولو اليد هذا ما حتى هيك يسوي. محمد اليوم هذا جزء فاعل في العملية السياسية، احنا نتكلم عن رئاسة السلطة، يعني رجل مو نائب عادي، رئاسة السلطة تشريعية، يعني الموضوع مو سهل. يعني هسه الأمريكان هسه هاي السفيرة هاي بس اسمح لي خلاص الفدوى أروح لك. يعني هسه السفيرة الأمريكية لأنه هو رئيس السلطة التشريعية وخاف يصير بالعراق مدري شنو خلل بالبرلمان جاي يسوي هيجي، لو هو قاعد يشتغل للسفارة الأمريكية وهذا وليدهم ويريدونه. يعني هذا التوصيف، يعني بهذا المعنى الكل قاعد تشتغل للسفارة الأمريكية وهاي وليده هسه هذا اللي قاعد يشوفه هو. مو هي لا ما تنحسبيكي، ما تنحسبيكي،
هنالك تعاون مشترك ما بين السفارة الأمريكية وما بين العملية السياسية في العراق. زين. يعني مو فقط حتى المشتركين بالعملية، حتى خارج العملية السياسية عنده تعاون، وبالأسخارة يومية قاعدة بمكان وهي قاعدة بمكان. هذا واقع حال احنا خو، هذا مو سر واضح بالإعلام. قاعد يقول لك تضغط على السياسيين في سبيل إرجاع محمد الحلبوسي، تحاول تضغط على المحكمة الاتحادية، راحت الرئيس. تدري شو تقول هي؟ يعني والله العظيم أكدنا على أهمية وجود قضاء مستقل يتبع الإجراءات القانونية ويستند في قراراته على الدستور العراقي. من حضرتش حتى تأكدين لنا بأنه إحنا نمشي على الإجراءات القانونية ونتبع الدستور العراقي؟ ليش ما يعرفون هم سياسيين هاي القصة؟ والله ما أعرف. يعني ترى هو هي العملية، يعني إذا أردنا أن نذهب باتجاه الموضوع السياسي، أكيد ليث الدليمي هو ليس الأساس في هذه القضية. منو الأساس؟ ليس الأساس في هذه القضية ليث الدليمي، أرادوا أن يضربوا السنة بالسنة، فلذلك جعلوا ليث الدليمي يذهب وهم منو خلفه. منو؟ يعني أكيد، يعني أكيد لا، منو صراعات سياسية موجودة. سيد محمد الحلبوسي بدأ يعني يصعد صوته، يصعد أمته، نحن أمة، هذا أزعج الكثير. بس أستاذ مخلد، القضية بدأت من ليث الدليمي. هو بدأت من ليث الدليمي، لكن إذا تيجي مو إحنا إذا تيجي تتابع الأحداث بدايتها وآخر تصريح ليث الدليمي وين وصلت بالمرحلة، قال يحاكي ربع يقولهم باكر اريدكم مصاليخ بالشارع تطلعون، صح لو لا؟ مو هذا التصريح، لانه وصل الى مرحله مقتنع بها انه ماكو يعني قرار راح يصدر بحقه. هسه قانونيا عمليه التزوير موجوده؟ نعم، عمليه التزوير، عمليه التزوير هذا ما يثبته محاكم التحقيق ومحاكم الموضوع، لان العمليه تدخل في عده اتجاهات، ليس في اتجاه واحد. هذا تشكيك بالقضاء؟ لا عشان اقول لك شو محاكم التحقيق ومحاكم الموضوع منه غير القضاء العراقي. القضاء العراقي هو اخر قضاء. انطى القرار، انطى قرار، انتهت. حسم اليوم جاسم العميري القاضي انطى قرار باليوم ان اقاله عضويه السيد محمد الحلبوسي. نعم، اقاله مثل ما قال هذا قانوني. بس اسمعني، اما انا اليوم اروح للسفيره واترجاها وابين علاقتي وانا اخليها تضغط على السياسيين، هذا شغل محمد الحلبوسي. هم يرجع اليوم محمد الحلبوسي راح للسفيره وترجاها؟ هي جته، شفناها هي اللي جته. وين جته؟ هي جته للمكانه. هو ما ادري، انا راح زار محمد الشاع السوداني وسوى له جوله هو طبعا. لا 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 لا، كله في مقر الكل، زاره في مقره. اي لا، مو قبل لا ينتقل للقرمه يعني. ها، قبل لا ينتقل للقرمه التقت به وهو زاره بالمقر مالته. على العموم، على العموم كلهم زاره، لان هنالك تعاون. استاذ مخلل، احنا نريد نشكك بالقضاء العراقي. احنا ما نشكك ابدا، لكن هاي الضغوطات. بس اسمع لي هاي الضغوطات واتهامات لربما جهات معينه. الان انا اسمع من الشارع العراقي اكثر من واحد سمعي واكثر من سياسي اتصل بي انه شنو علاقه المالكي بقضيه السيد الحلبوسي. ما لك علاقه السيد المالكي يعني؟ لا هذا قانون، ما له موضوع ثاني، هذا موضوع ثاني. احنا ما تهم، لا قال لك اكو ناس ورا ليث الدليمي خلوه بالواجهه وقاموا يدفعون وراه. ماكو استاذ محمد، انا ليث اسمعني ليث، انا البارحه اتصلت عليك مرتين ما جاوبتني. ليث اجاني المكتبي اول بدايه الازمه. الموضوع لا يخلو من فتنه، والله العظيم. شنو الفتنه استاذ؟ الموضوع لا يخلو من فتنه. يعني انت بعد اكو قانون، اكو قانون يقول هذه جريمه اكثر بعد. نعم، انه انت ما صاير نائب يحاسب توقعني على الاستقاله. نعم، يحاسب عليه. هم الطرفين باوع. ايه؟ اللي قبل يوقع على ورقه فارغه. ايه؟ هذا مو يستحق يكون نائب. هذا اصلا ما اجيبه حتى للبرلمان. لا مو ورقه فارغه. نعم، وقع على ورقه فارغه. لا ورقه استقاله هذه بليت بايده، لكن استقاله الرحمن ورقه فارغه كانت. هي ورقه فارغه، ورقتين. انت ما متابع الاحداث، هن ورقتين. ورقة الأولى استخدمت في وقت حاكم الزاملي. أيه؟ وانتهت. أكو ورقة ثانية فارغة هو موقع عليها شو اسمه ليث موقع عليها ورقة فارغة، كل شيء تمام. أي هذه الورقة اللي وقع عليها منو ملاها؟ منو؟ من اللي ملاها؟ هو ملاها. وبعدين منو ملاها؟ بالاستقالة الثانية. لا من اللي ملاها؟ اللي ملاها الحلبوسي. هذا التزوير هنا وقع التزوير. يعني هو إيه؟ التوقيع توقيع ليث، لكن المفردات هذا من يحدده؟ داخل هذا من يحدده؟ يحدده محاكم الأدلة الجنائية، محاكم أي التحقيق والموضوع. لأنه الرجال قاعد يقول لك حكاية، قال لك هاي فتنة. شنو الفتنة؟ هي الفتنة هاي مال شغلة الحلبوسي. خلي ينطيني بلا أسباب، خلي ينطيني يقول لي هاي الجهة المعينة اللي استقطبت ليث الدليمي
وقال لي تروح للمحاكم انت ارفع دعوه. ما ادري احنا اقول لك ليه امور خاصه قعدات الليل احنا شوف عرفنا بها. لا مو احنا قعدات الليل انا اقول لك قعدات الليل احنا قريبين احنا مو بعيدين عن المشهد اليوم. يعني انت مو حاضر دائما استاذ سيد عبد الرحمن انت مو حاضر دائما يعني اكو ترى موضوع تعبر عليك وتعبر علي وتعبر على كثير من السياسيين. بس خلي نوضح للشارع احنا بالنسبه ان الموضوع القضائي ما بين ليث الدليبي وما بين الحلبوسي موضوع ما له علاقه جهات سياسيه موضوع شخصي حقيقه فعلا هو موضوع شخصي. اليوم ليث الدليمي لم يستلم اليوم لجنه من لجان محمد الحلبوسي وبدا الصراع وبالليل سحب سياراته وقال للحلبوسي بلهجه انه انا اذا ما استلم اللجان اللي انت انطيتها للي وياي وهم مو مستحقينها اكو لجان تخص كانت الحزب بالتالي راح قدم الدعوه القضائيه وقاله الحلبوسي وبدت هاي الصراعات صار لها 10 سنوات صار لها سنه تقريبا هاي بالضبط بالضبط يعني هسه البديل منه لو بعده الرجال ما يعني انا حسب ما انا حسب ما وصلت المعلومات انه الكتل السياسيه يعني خولوا الحلبوسي بانه البديل انت ترشحه انت ترشح البديل واحنا مستعدين وياك نصوت زين الموضوع يصير بهاي الصوره. منو اللي عرض عليه هذا الشيء؟ كتل السياسيه. منو يا كتل السياسي؟ يعني كتل سياسي لا ما هو المؤثر بالتصويت. لا هو عنده مشكله داخليه المكون السني ويام المكون السني. احنا نتكلم عن اول بدايه يتفقون المكون السني جماعه الخمسين زاد واحد يعني تمام اول بدايه يتفقون المكون السني بعدين يجون ما له علاقه المكون السني ما له علاقه هو الرجل يملك اكثر عدد مقاعد تقدم وبالتالي عندما صار التصويت صوت ولا جماعه الاتفاق السياسي 50 زاد واحد اي ف من حول هاي الموضوع انه روح رشح لك واحد احنا نوافق رشح عليه احنا نوافق عليه والموضوع انا اتوقع الموضوع راح يصير بهذه الصوره السيد الحلبوسي لن يعود الى مجلس النواب اتوقع سيبقى بهذا الزخم للحمله الانتخابيه يكون اب روحي لتقدم سوف يحقق نتائج ايجابيه في هذه الانتخابات وهو موجود في الساحه ولا يستطيع المكون السني ان يتخلى عنه جمهوره فبالتالي نتوقع ان هنالك اسمين او شيء من هذا القبيل من تقدم نعم مقربين هو سوف يعني يستلم زمام الامور لكن لحد هذه اللحظه هو ينتظر قرار المحكمه الاتحاديه يصل الى مجلس النواب لحد هذه اللحظه الآن لم يصل هذا القرار الى مجلس النواب فبالتالي هو من حقه يذهب الى تقديم يعني انت قصدك الاطار مطين هذا الـ هذا الـ هذا التأكيد الشركاء السياسيين الكرد شركاء هي هم شركاء يعني المتحدث باسم ديمقراطي كان خطابه واضح ومحمد الحبوس يقدر يختار له واحد لو صعبه اكيد عنده اكيد هم يوقع على ورقه ها؟ لا ما يوقع على ورقه لا شو يعني على اذن الله شلون يوقع يعني والله يا استاذ عبد الرحمن يعني اني اليوم اذا اريد ارشح ويا كتله ويجيني رئيس الكتله يقول لي وقع لي على ورقه اقول لا نعتبر في مال لا يعني هذا هاي الورقه مو شرط ما يكتبون بها استقاله ممكن يكتبون بها لا وايد قاعد يكتبون بها اي مو اذا الهدف استاذ مخلد ليش فقط يعني انت اشرت بس التقدم يعني عزم مو شريك ويا تقدم مو من المكون السني يعني من المكون خميس الخنجر اليوم ما له دور يعني بالبرلمان ما له دور انا المعلومات اللي عندي عكس ما تتفضل بيه يعني انت المعلومات اللي عندي خميس الخنجر اليوم يتصدر قضيه اليوم البديل للحلبوسي من قائمته مو من قائمة أبداً التقدم أبداً سجلها علي سجلها علي إذا أجى مرشح من عزم أو من السيادة لا ليش خالد العبيدي مرشح نهائياً خالد العبيدي لن يكون رئيساً للبرلمان ليش أبداً لن يكون تحالف الإطار متريده تحالف إطار متريده هاي حصة المكون السني حص بس أنت حصته بس من يصوت له أنت غير التصويت موجود داخل البرلمان هذا ما يتحكم به لا الكتل ولا لا لا من يتحكم بس اسمح لي لا سيد عبد الرحمن كلام واقع لا ككتل سياسية الكتل السياسية هي اللي تتحكم أي بس اتفاقات في ما بينها الاتفاقيات الأفضل من 4 أو 5 مرشحين أعتقد وخالد هذا ما ظهر الإعلام هذا ما ظهر الإعلام تمام سيد الاطار لما قعدوا انطوا هذا الامتياز للحلبوسي انت روح جيب لك واحد من مكانك واحنا حاضرين لا 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 ابدا اصلا الاجتماع مال اداره الدوله والاطار ما له علاقه بموضوع الحلبوسي لا كان شنو لا كان الحقيقه قضيه الانتخابات اليوم وقضيه اليوم يعني ما تناولوا قضيه الانتخابات لا يتناول هذا الخلف الطاوله بس ما يتناول بانه يفرض اليوم
على الحلبوسي او على تقدم وعزم انه تحط مرشحين، لكن عملية لا لا تأخير لا يعني انت الحلبوسي عملية تأخير البرلمان مو من صالح اليوم ادارة الدولة والاطار، الاطار يؤكد على قضية استمرار العملية، وبذلك وجه النواب مالته ان يكون جلسة طارئة لمحسن المندلاوي باسرع وقت. يعني هسه الليله راح تكون عندهم جلسه المفروض ساعه بالتسعة. اي اليوم اكو جلسه المفروض اكو جلسه ساعه بالتسعة قبل شوي كان كنت باتصال مع البرلمان. بس انتم كاطار اليوم شنو وجهتكم؟ احنا وجهتنا طبعا شلون تتعاملون مع محمد الحلبوسي؟ احنا نتعامل مع محمد طبعا محمد الحلبوسي مو بس هذا محمد الحلبوسي، اكو ناس الان محاضرت له ملفات غير هاي الملفات اكيد غير اكو بعد هواي ملفات على محمد هو الملف بس اللي طلعت بالاعلام مرشقد احنا هاي بس هاي مو ثابته يم القضاء تبين اذا تنصل عن قضيه القضاء وما بقى يعطل اليوم موضوع البرلمان العراقي هو ما معطله منين معطله وش اللي شغل طلع لا مو اذا هو الاقام الان دعوه قضائيه الان يبقى القضاء الان يعني صعب انه ترشح واحد صعب لانه لا الان لا القضيه لا تعتبر لا ما محسومه ما لا اسمح لا لا هذا انا احكي لك قرار المحكمه الاتحاديه بات وملزم جميع السلطات هو ليس بالضروره نقطه السطر عبد الرحمن احنا توافقات سياسيه ليس بالضروره هاي الطاوله القضاء يرجع لمجلس النواب ليس بالضروره اذا راح للقضاء ليس بالضروره يرجع رئيس مجلس النواب يروح للقضاء لغرض اثبات البراءه واذا ثبتت البراءه مالته يرجع مجلس مش عن الجبوري ثبتت براءه شهادته لكن المحكمه ما رجعته مو رئيس برلمان هذا ما يخالف عضو نائب ما يخالف على العموم انا اريد اجاوب استاذ محمد الاطار واداره الدوله الهم الاول والاخير هي اليوم تمشيه قضيه الانتخابات زين هذا الموضوع الاول وانجاز المشاريع اللي موجوده هذه مشكله محمد الحلبوسي يتركونها للقضاء وما يتدخلون لا الاطار يتدخل ولا زعامات الاطار محمد الحلبوسي الان اشير لكم اشاره اشير لكم اشاره شنو الاشاره ماشي الرجال بالانتخابات وياكم اي ويانا اي يعني لا مقاطع ولا كذا لا هو مو مقاطعنا بس قصه الوزراء يسوي لنا مشاكل لا هي قصه الوزراء هم ما راح تمشي زين باكر انت هم جماعه الله وكيلك اسمح لي ضيف هنا قال والله العظيم لو واحد مرشح هسه لو اي واحد من عندهم ذول الوزراء يرشحونه مكان محمد الحلبوسي يشقق الورقه ويروح ياخذ لا استاذ محمد مو بهالشكل هذا اي هو هسه مو خلينا نجيب واقعيه ايه؟ اكو تاثير ايه؟ الزعامات اليوم الموجوده الها اليوم الى محمد اليوم الحلبوسي الها تاثير اليوم مو بس بالشارع العراقي لا الها المكون ماله للحزب ماله انا بس شنو اللي اقول البديل اكو اتفاق على البديل لا يزال ماكو اتفاق على بديل لا من تقرير الاطار لحد الان لم يرشح لا هو ماكو ترشيح لحد الان بس هذا يقرر بس انا اقول لك شغله واحده يقرر ربما البرلمان الكتل السياسيه بالاجتماع المقبل طبعا بعد هاي الجلسه احنا ما راح نفهم مستخرجات هاي الجلسه زين الجلسه شنو التطمينات اللي طوها لمحمد الحلبوسي اللي طار انطوه تطمينات لو لا هي ماكو تطمينات بس اكو فد حديث يدار الان اذا ابتعدت هيئه النزاهه عن فتح ملفات الاموال التي استحوذ عليها محمد الحلبوسي خارجا وداخلا خارجا شنو يعني؟ خارجا يعني الاموال اللي بالخارج انا اقصد. ليش اكو اموال بالخارج استحوذ عليكم؟ نعم اكو. اها نعم استحوذ على اموال اغلب بالخارج. المسؤولين العراقيين لديهم اموال خارج العراق. زين اذا ابتعدت هيئه النزاهه وما فتحت الملفات شو يصير؟ يعني يبقى مثل ما قال استاذ مخلد كزعيم على تقدم ويمارس عمله اليوم كزعيم حزب لا اكثر ولا اقل. يعني محمد الحلبوسي يريد ضمان بانه ما تنفتح الملفات؟ طبعا هذا جزء لا يتجزأ من اتفاقيه لربما السفاره الامريكيه. مو بعيد يعني السفاره الامريكيه ايضا تقول لهم لا هي واحده من اثنين ايه؟ انت طلعتني من البرلمان ومن رئاسه البرلمان عوفني بعد ايه عوفني لا انا حالي اسمحلي لا خلينا نحكيها بصوره علنيه ايه؟ حالي حال مصطفى الكاظمي وين مصطفى الكاظمي اللي حكم واخذ وسوى ونقل وصعد ونزل ووده وذاك هو وانا حالي حال غير بقيه الزعامات انت واحده من اثنين انت مو تجي تطلعني وبعدين تجي تحاسبني القصر هذا منين بنيته هاي الاموال بلندن وين وديتها الاموال بامريكا وين وديتها هاي الاتفاقيات لا وحده من الاثنين انت لو تعطيني هاي لو تعطيني هاي زين انا ارشح لك واحد ما يخالف وانا ابقى كزعيم على تقدم واستمر بالعمليه حصل على ضمان بهالطريقه لحد الان ماكو عشان يطلب ضمان منين من الاطار منين يعني هو ما رئيس الوزراء لا هو رئيس الوزراء ما يتدخل بهاي الامور لانه لا يتقبل هذا الموضوع نهائيا طبعا لانه الان حتى هو اليوم محمد الشياع السوداني بعيد عن توجهات اداره الدوله والاطار يستخدم اليوم رئاسه الوزراء منو اللي يمنع هيئه النزاهه والقضاء من انه يحقق بهاي الملفات اللي يريدها محمد الحلبوسي مثل ما قلت انت الاف الملفات في هيئه النزاهه متوقفه بامر الكتل السياسيه
اخاف هو بس محمد الحلبوسي. لا مو بس محمد الحلبوسي، انا ما جاي اقول محمد الحلبوسي، بس انت تجي تحاسب محمد الحلبوسي الان وتقيله اثنين نقطتين وخذ وحده منهن وخلي التوافقات السياسيه ماشيه على مود تستمر العمليه السياسيه وعلى مود لا اضغط عن طريق امريكا ولا اضغط عن طريق تركيا ولا الخليج العربي. استاذ محمد اليوم اذا فتحت هاي تتفق ويا الكلام هذا؟ نعم. أيه. اذا اليوم يعني ممكن محمد الحلبوسي يطلب سد هذا لا توصل ملفاتي اليوم. اليوم اذا نتكلم عن ملفات الفساد في أيه. في الدوله العراقيه أيه. واذا ردنا نفتح نشرع قانون من اين لك هذا؟ والله 70 محكمه نزاهه متكفينا. 70 محكمه نزاهه متكفينا. يعني اليوم انت طب هاي المنطقه الخضراء تباوع الفلل والقصور وهو صار له سنتين بالمنصب، سواء مع احتراماتي للنائب سواء كان نائب او كان او كان السيد عبد الرحمن مو نائب رجال ترى، يعني بغض النظر بغض النظر الموضوع. احنا الموضوع اليوم هذا اصبح القاسي والداني يعرف كيف يتم استغلال وسرقه اموال الشعب العراقي. فبالتالي اكيد هذا زعيم سياسي الى تحالفات الى شراكه مع جميع الكتل السياسيه كانوا في وقت من الاوقات شراكه، يعني يطلب هذا الموضوع لا تفتحون ملفات. يجوز مو هو يطلب، يجوز هم يعرضون عليه. من يعرض عليها؟ كتل سياسيه. ان احنا ما نفتح ملفاتك؟ لا مو بهالصوره عم جاي يسمون الرجال حرام. لا لا مو بهالصوره يعني مو بهالصوره هو شريك. يعني مو بهالصوره هو مثل ما تفضل سيد عبد الرحمن يعني هو هي عمليه سياسيه ومشتركين بها جميعا. يعني اليوم يعوفون الدنيا كلها يفتحون ملفات الفساد بس محمد الحلبوسي راح يفتح ملفات. لكن انت تعال جيب الادله مالتك والاثباتات وديها للقضاء. يعني تصير يعني تصير لا استاذ محمد هو هدد اول اول ما صدر القرار بعد تقريبا 4 ساعات بالضبط. انا متابع على الموقع ماله، هدد قال انا اذا تنفتح اي ملف اخر علي انا ايضا احمل ملفات كثيره بالورقه والصوره واقدمها للقضاء العراقي. اها نعم. هذا مو ما 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 صرح به. لا صرح ابدا، ما صرح. لا صرح ابدا. هذا تصريح للاعلام لو شنو؟ ابدا من اول تصريح للاعلام من اول لحظه. تاكد استاذ مخلد ليش؟ والله متاكد. لا متاكد سيد عبد الرحمن انا قاعد مثل ما انت عند بالي يستحيل. لا لا بس هذا تصريح للاعلام لو تصريح للاعلام. للاعلام ما صرح ابدا، ماكو تصريح ابدا، ماكو تصريح. على الجو البارحه الكاظمي البارحه مغرد تغريده وقال الصندوق الاسود سوف يفتح. ايه البارحه كاظمي هذا موضوع الكاظمي تركيا. بس الكلام محمد الحلبوسي بس اسمع لي، استخدم هاي اللهجه اول بالبدايه وهذه اللهجه كانت انه انا ايضا امتلك ملفات والى اخره وان راح التجئ للقضاء. لا بس اذا انفتحت وممكن ارجع. لا بس اسمح لي ارجع للمربع الاول، احنا ما نريد نرجع للمربع. اذا انفتحت ملفات على محمد الحلبوسي ايه ايش كم اسم شيعي انا ما اخليك بالسده ايه ايش كم اسم شيعي راح يطلع شريك بهاي الملفات. لا احنا ليش هسه نقول شيعي اكله وماكله؟ لا هو الفساد موجود استاذ محمد، ما نقدر نفند احنا. لكن انا اقول محمد الحلبوسي هاي الماليه وهاي التضخم المالي وهاي الزعامه الكبيره بوقت انه انت رئيس برلمان مو ويوميا متزوج ما شاء الله ما اعرف. هسه خليك من الموضوع شغلي اسهل الشخصيه ما لنا علاقه. انت لازم لك هو. لا استاذ مخلد والله عندك هو. اسمح لي. لا هسه انا ما اقدر اتزوج واشتري لي بيت بكذا مليار بشارع الاميرات. هذا صعب. تخاف من المرض؟ لا مو تخاف من المرض بس ما عندي مليارات. اذا اقول اخاف من المرض ما عندي مليارات انا، مو محمد الحلبوسي ما عندي مليارات انا. شكرا سيد عبد الرحمن الجزائري، شكرا استاذ مخلد حازم. تعرف بالاميرات هذا البيت؟ لا ما هو القصه ليش؟ ها ليش ما اعرف رقم يعني. طلعت من الجو؟ طلعت من الجو؟ لا بعدنا احنا من الجو، بعدنا ما خاتمين. نعم بال انتهت الحلقه. بس فضحك قدام الورا والله وعلى الهواء. اشكركم مشاهدينا الكرام، في امان الله.